أحداث 24 ساعة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام وكل عام وأنتم بخير. وإلى العناوين: الرئيس السيسي يتفقد عددا من الأعمال الإنشائية بالطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى. سوناك يعرب لنتنياهو عن مخاوفه من تصعيد التوتر بالضفة وتقويض حل الدولتين. فرنسا ترحب باتفاق الاتحاد الأوروبي بشأن تزويد أوكرانيا بالذخيرة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى التفصيل. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة تفقدية لمتابعة الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، من بينها أعمال إنشاء محور المستشار عبد المجيد محمود. ويعد هذا المحور من أهم المحاور الرئيسية الجاري إنشاؤها بالقاهرة الكبرى، والذي ينقل الحركة بين محور الشهيد ووصولا إلى منزل المقطم ومنه إلى صلاح سالم. قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية، حيث تابع سيادته الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، ومن بينها أعمال إنشاء محور المستشار عبد المجيد محمود بطول حوالي 7 كيلومترات، الذي يعد من أهم المحاور الرئيسية الجاري إنشاؤها بالقاهرة الكبرى، والذي ينقل الحركة بين محور الشهيد وصولا إلى منزل المقطم ومنه إلى صلاح سالم. كما أن سيقوم إلى جانب محاور ياسر رزق وسميرة موسى والحضارات بنقل الحركة من منطقة الكورنيش إلى المقطم. طول 7 كيلومتر لربط محور الشهيد ومناطق التجمع الخامس بصلاح سالم والسراب، لتخفيف الضغط المروري يا فندم على شارع 9 سيادتك وعلى محور ياسر رزق اللي تم إنشاؤه بالكامل. احنا يا فندم بالنسبة للمحور حضرتك نفذنا كميات حفر وردم فيه وصلت ل5 مليون متر. وسيادتك مشرفنا على منطقه، احد المناطق يا فندم اللي واجهتنا فيها صعوبه جامده جدا اثناء التنفيذ. المنطقه دي يا فندم عباره عن منطقه خور، ارتفاع الردم فيها بيوصل لحوالي 50 متر. المنطقه دي كان فيها تسريبات ميه يا فندم نتيجه سوء شبكه صرف السحب المؤقت. اشتغلنا ميه نظيفه ولا ميه؟ انا كنت قلت برضو ما تدرسوا ان احنا نستفيد من الميه ديت، تسووا بقى الاجناب ديت بالظبط يا فندم، تعملوا كورنيش للناس. هندرسها فن من عرضه على سيادتك. حاضر. ها شوف الحاجه التانيه، مين اللي بيعمل الاسواق؟ عشان هيخفف على الناس كلها. احنا فن على فكره سيادتك احنا خلصنا شبه خلصناه بنسبه 80%. انا شايف الهيكل المعدني معمول بالظبط يا فندم. ان شاء الله فن يا 30/7 دي باذن الله يا فندم يكون المشروع شغال بالكامل باذن الله. برضه فكروا في النقطه، في المنطقه دي والاجناب ديت، لو انتوا سويناها وخليناها كورنيش الناس بجانب الطريق ممكن؟ ان شاء الله فن. ولا مش ممكن؟ وان شاء الله يا فندم احنا دلوقتي وصلنا نسبه تنفيذ سيادتك في المحور ده ل 50%. احنا عاملين شبكه طرق تربط من خلال اللي احنا بنعمله ده، مش بس على قد خدمه المقطم، لا اكيد يا فندم. انا قلت الكلام ده هيخدم على صلاح سالم، يبقى موازي ليه مش كده؟ متشكرين. كما تابع سيادته معدل تنفيذ كوبري ربط محور ياسر رزق بمنطقة المقطم بمحور الحضارات ومنها إلى مناطق كورنيش النيل. وقد قام السيد الرئيس بالاطمئنان من العاملين على سير العمل وكبا الاستماع لآرائهم. سيادتك فاكر احنا دلوقتي واقفين في النقطة دي اللي هي عند كوبري ربط محور الحضارات بمحور ياسر رزق. سيادتك كده احنا حققنا خلاص ان احنا عملنا محور شمال الدايري، محور سميرة موسى مع محور ياسر رزق مع الامتداد بتاعنا هنا مع محور الحضارات، وصلنا لغاية الكورنيش يا فندم. احنا كنا ما بنفتح شرايين، بنسهل على الناس وبنسهل الحركة بتاعت. طب ايه تاني؟ احنا هنا يا فندم بالنسبة للكوبري بتاعنا طبعا كان في تحديات كتيرة جدا. النقطة التانية يا فندم كان عندنا هنا نوع التربة في الأرض الصخرية بتاعت المقطم هنا كانت صعبة جدا، استخدمنا معدات مختلفة شوية في الأساسات العميقة. طبعا كان أكبر مشكلة عندنا هنا الارتفاعات يا فندم. احنا هنا عندنا الارتفاعات بتوصل لغاية الأعمدة 45 متر، والكوبري نفسه واصل لغاية 50 متر. فاستخدمنا هنا معدات شدات
خاصة جدا بإذن الله آخر شهر 3 هنكون خلصنا كل الأعمدة بتاعتنا. أنت هتخلصوا الشركة إن شاء الله بصراحة. احنا فندم ضاغطين ان احنا نجيب قبل 8 ان شاء الله 7 مثلا باذن الله يا فندم ان شاء الله باذن الله يا فندم. هيعمل نقله كبيره جدا في الحركه اكيد يا فندم. ان شاء الله يعني ربط طيب. المقطم بالكورنيش ده حاجه عظيمه جدا. طيب انا دايما اسال السؤال ده واحنا موجودين، في اي حاجه اخرى ممكن نستفيد بيها والناس تستفيد؟ انا اقصد بيها نستفيد بيها، يعني الناس تستفيد بيها كحركه مروريه يا فندم. بعد انتم قعدتوا هنا في البلد، هو احنا فندم لما قعدنا هنا اتضح معانا ان احنا محتاجين يوتيرن هنا على طريق الاوتوستراد، وفعلا دلوقتي خلاص احنا شغالين فيه وقربنا نخلصه وربطناه مع محور الجزائر. طب ايه تاني غير النيوتيرن ده؟ هو ده فندم. طيب لو في حاجه برضو جهزوا العرض بتاع احمد عرضه عليه. كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب يا فندم. شكرا. بحث وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مع السفير الكوري الجنوبي هونغ جي ووك سبل زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمار في الطاقة النظيفة والحوكمة. كما بحث الجانبان مسارات التعاون في مجالات السياحة والآثار والثقافة والاستثمار التكنولوجي والتعليم الفني، وكذلك فرص التبادل الطلابي وتبادل الخبرات البرلمانية. وأكد وفد تنسيقية شباب الأحزاب ضرورة التعاون بين دول الجنوب العالمي في كل المجالات في ظل الأوضاع العالمية المضطربة، وخاصة في المجالات التنموية وقضايا المصير المشترك لهذه الدول. قالت مصادر طبية فلسطينية إن نحو 10 من الفلسطينيين أصيبوا بالاختناق نتيجة استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية بيت دجن شرق محافظة نابلس بشمال الضفة الغربية وبلدة بيتا بجنوب المحافظة. وتندلع مواجهات أسبوعيا في هاتين المنطقتين ضمن مناطق أخرى في نابلس مع تنظيم المواطنين الفلسطينيين لمسيرات مناهضة للتوسع الاستيطاني فيهما، وتقابل هذه المسيرات دوما بالقمع من قبل قوات الاحتلال. أعرب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالعاصمة لندن، أعرب عن مخاوفه من تصعيد التوتر بالضفة الغربية وتقويض حل الدولتين. ويواجه نتنياهو احتجاجات اعتراضا على تعديلات على النظام القضائي من شأنها أن تمنح الحكومة نفوذا حاسما في اختيار القضاء. أثناء استقباله نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في لندن، شدد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على أهمية التمسك بالقيم الديمقراطية في إشارة إلى تحرك لإجراء تعديل قضائي في إسرائيل. ويواجه نتنياهو احتجاجات حاشدة على مدى أسابيع اعتراضا على محاولة ائتلاف الحاكم المؤلف من أحزاب دينية وقومية الدفع بتعديلات على النظام القضائي من شأنها أن تمنح الحكومة نفوذا حاسما في اختيار القضاء وتحد من سلطة المحكمة العليا في إلغاء القوانين. وورد في بياني الاجتماع الصادرين عن كلا الجانبين أن الزعيمين بحثا تعزيز العلاقات بين بريطانيا وإسرائيل والتحديات الأمنية والدفاعية المشتركة، ومن بينها التهديد الذي تشكله إيران. وتعالت أصوات مئات المحتجين بالصراخ لدى وصول نتنياهو إلى مقر رئيس الوزراء البريطاني في 10 داونينج ستريت المعارضة لخططه إصلاح النظام القضائي. وتسببت الخطوة في قلق في الداخل والخارج على المعايير والتوازنات الديمقراطية في إسرائيل. أكد المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي عدم وجود خسائر في صفوف الجنود الأمريكيين في هجوم استهدف قاعدة أمريكية في شمال شرق سوريا. وأوضح كيربي أن الضربات الأمريكية في سوريا تهدف إلى حماية الجنود الأمريكيين ضد تنظيم داعش والجماعات المسلحة المدعومة من إيران الذين يشكلون تهديدا.
بعد اتفاق بين الرياض وطهران على استئناف العلاقات الدبلوماسية خلال فترة 3 أشهر، تجري السعودية وسوريا مباحثات تتعلق باستئناف الخدمات القنصلية بين البلدين بعد سنوات من القطيعة نتيجة إغلاق الرياض سفارتها في دمشق. بعد اتفاق تاريخي لإعادة العلاقات بين السعودية وإيران، وفي اتفاق آخر من شأنه أن يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام، أعلنت مصادر مطلعة أن سوريا والسعودية اتفقتا على معاودة فتح سفارتيهما بعد قطع العلاقات الدبلوماسية قبل أكثر من عقد وعودة دمشق إلى الصف العربي. وقالت المصادر إن الاتصالات بين الرياض ودمشق اكتسبت زخما، وستكون عودة العلاقات بين الرياض ودمشق بمثابة أهم تطور حتى الآن في تحركات الدول العربية لتطبيع العلاقات مع الأسد الذي قاطعته العديد من الدول الغربية والعربية بعد اندلاع الحرب الأهلية السورية في عام 2011، وأن الحكومتين تستعدان لإعادة فتح السفارتين بعد عيد الفطر. القرار جاء نتيجة محادثات في السعودية مع مسؤول مخابرات سوري رفيع بحسب أحد المصادر الإقليمية ودبلوماسي في الخليج. وكان التلفزيون السعودي الرسمي قد أعلن في وقت لاحق عن مسؤول بوزارة الخارجية السعودية قوله أن الرياض تجري محادثات مع سوريا لاستئناف تقديم الخدمات القنصلية. وقد يشير هذا التطور المفاجئ على ما يبدو إلى الدور الذي قد يقوم به الاتفاق بين طهران والرياض في أزمات أخرى في المنطقة، إذ أدى التنافس بينهما إلى تأجيج الصراعات بما في ذلك الحرب في سوريا. أحداثنا متواصلة معكم مشاهدينا الكرام من التلفزيون المصري، وفيها بعد قليل. ميدفيديف يحذر من عواقب وخيمة حال حدوث مواجهة عسكرية بين واشنطن وموسكو. أهلا بكم من جديد. رحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باتفاق توصلت إليه الدول الأوروبية بشأن خطة لتزويد أوكرانيا بالذخيرة لمواجهة الهجوم الروسي، وهي خطة من 3 مراحل تتضمن تسريع تسليم الأسلحة إلى كييف ومساعدة الصناعات لتسريع الإنتاج وإنشاء نظام مشترك لاقتناء المعدات. وخلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع زعماء الدول الأوروبية في بروكسل، أكد ماكرون مجددا دعمه لأوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي. كان الاتحاد الأوروبي قد وافق على خطة دعم بقيمة 2 ملياري يورو لتمويل مشتريات أوكرانيا من ذخيرة المدفعية التي تحتاجها في حربها ضد القوات الروسية. حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف من عواقب وخيمة حال حدوث مواجهة بين جيشي روسيا والولايات المتحدة. أضاف ميدفيديف أن القوات الروسية قد تزحف إلى العاصمة الأوكرانية كييف أو مدينة لفيف إذا لزم الأمر، محذرا من أن عواقب تصادم أقوى جيوش العالم ستكون وحشية. كما أعلن أن الأسلحة التي تم توريدها إلى كييف والمتخصصون الأجانب الذين وصلوا معها تعتبر أهدافا مشروعة للقوات الروسية. قالت وزارة الدفاع الصينية إنها اضطرت مجددا لمراقبة وإبعاد المدمرة الأمريكية ميليوس التي دخلت مياهها الإقليمية في بحر الصين الجنوبي قرب جزر بارسيل. خلاف جديد بين واشنطن وبكين بسبب المدمرة الأمريكية ميليوس التي دخلت المياه الإقليمية للصين في بحر الصين الجنوبية قرب جزر بارسيل. وزارة الدفاع الصينية أعلنت أنها اضطرت مجددا لمراقبة وإبعاد المدمرة الأمريكية التي دخلت مياهها الإقليمية، مطالبة الولايات المتحدة بالكف على الفور عن مثل تلك الأفعال الاستفزازية. في المقابل أكدت البحرية الأمريكية أن المدمرة التي تحمل صواريخ موجهة تؤكد على حقوقها وحريتها الملاحية، مشيرة إلى أنها تعمل في بحر الصين الجنوبي على أساس يومي.
وفي سياق متصل أعلنت الفلبين خلال محادثات رفيعة المستوى بشأن بحر الصين إن القضايا البحرية بين الفلبين والصين لا تزال مبعث قلق شديد مع تعهد البلدان باستخدام الدبلوماسية لحل الخلافات سلميا. واستضافت الفلبين هذا الأسبوع أول اجتماع مباشر بين دبلوماسيين من البلدين منذ ما قبل جائحة كوفيد-19 وسط تصاعد التوترات بشأن ما وصفتها مانيلا بأنها أنشطة عدائية للصين في بحر الصين الجنوبية. اتفق قادة بلدينا على أنه ينبغي معالجة القضايا البحرية من خلال الدبلوماسية والحوار وليس من خلال الإكراه والترهيب. وتأتي المناقشات بعد شهرين من الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الفلبيني فرناند ماركوس الابن للصين، حيث قال الرئيس شي جين بينغ إنه مستعد للقضايا البحرية بشكل ودي مع مانيلا. القضايا البحرية جزء مهم من العلاقات الصينية الفلبينية، ومن خلال الحوار الودي والمشاورات نجح البلدان بشكل عام في إدارة خلافاتنا بشأن القضايا البحرية والتعامل معها بفاعلية، كما عززنا عملية تعاوننا وثقتنا المتبادلة. وعبرت بكين التي تطالب بأجزاء كبيرة من بحر الصين الجنوبية تشمل بعض المناطق في المياه الفلبينية عن قلقها إزاء زيادة الوجود العسكري الأمريكي في جارتها، متهمة واشنطن بزيادة التوترات الإقليمية. قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إنه سيحرص على أن تدفع كوريا الشمالية ثمن ما وصفه باستفزازاتها الطائشة. يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان بيونغ يانغ أنها اختبرت غواصة مسيرة قادرة على تنفيذ هجوم نووي تحت سطح الماء. أهلا بكم من جديد. وزارة الزراعة ترفع درجة الاستعداد القصوى بالقطاعات الخدمية طوال شهر رمضان، وأخبار أخرى في سياق التقرير الاقتصادي التالي. نبدأ تقريرنا الاقتصادي من إعلان وزارة الزراعة رفع درجة الاستعداد القصوى بكل القطاعات الخدمية التابعة لها طوال شهر رمضان المبارك. وأوضح وزير الزراعة السيد القصير أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي وجهود الحكومة في توفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة ومواجهة ارتفاع الأسعار. وجه القصير المسؤولين بالوزارة باستمرار توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال منافذ الوزارة البالغ عددها 243 منفذا ثابتا منتشرة في جميع المحافظات، فضلا عن 32 منفذا متحركة. أكد هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة أن قطاع المياه يواجه العديد من التحديات على المستوى العالمي. جاء ذلك في كلمة لوزير الري خلال مشاركته في جلسة بعنوان مبادرة فريق أوروبا توحيد الجهود من أجل إدارة المياه المشتركة في إفريقيا. وأشار الوزير إلى ضرورة تركيز الاهتمام على المياه والتعاون في إدارة المياه المشتركة كعنصر أساسي في دفع التنمية الاجتماعية والاقتصادية. عالميا أعلنت مصادر مطلعة أن السلطات السويسرية ومجموعة UBS
يسابقان الزمن لإتمام صفقة استحواذ على مجموعة كريدي سويس في غضون أقل من شهر، وذلك في محاولة لاستبقاء عملاء البنك وموظفيه. وتوقعت المصادر أن يستغرق دمجو كريدي سويس في يو بي اس وقتا أطول يصل لشهور، مؤكدة أن الصفقة بحاجة إلى موافقة الجهات التنظيمية عليها في عشرات الدول. تراجعت أسعار النفط خلال التعاملات بفعل مخاوف من تخمة محتملة في المعروض، بعدما قالت وزيرة الطاقة الأمريكية إن إعادة ملء احتياطي النفط الاستراتيجي الأمريكي قد يستغرق أعواما. وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس الأوروبي مزيج برنت 48 سنتا، ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي الوسيط 52 سنتا، ولا يزال الخامان في سبيل تسجيل مكاسب أسبوعية تتراوح بين 3 و4% ليتعافيا من أكبر انخفاض أسبوعي خلال شهور في الأسبوع الماضي. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت بإذن الله تعالى طقس لطيف نهارا على القاهرة وجميع الأنحاء، مائل للبرودة ليلا، وأمطار متوسطة غزيرة ورعدية أحيانا شمالا والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وشمال البحر الأحمر وشمال الصعيد، تصل إلى حد سيول على سيناء، وتنشط الرياح شمالا والوجه البحري والقاهرة وجنوب سيناء مثيرة للأتربة جنوبا وجنوب البحر الأحمر على فترات متقطعة، والبحر المتوسط معتدل والبحر الأحمر معتدل أيضا. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة إن شاء الله. أحداث 24 ساعة قدمناها لكم من التلفزيون المصري، إلى اللقاء.